الدهر يا ديرة العز الدليل وديرة العز الجديد يا ديرة العز الدليل وديرة العز الجديد كتبنا ما كتبنا من أغاني ومن قصيد لو كتبنا ما كتبنا من أغاني ومن قصيد ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر ويا قطر يا ديرة العز الجديد وديرة العز الجديد وديرة العز الجديد بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام رفرفي بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان معنا في هذا الصباح الجميل اللي نجدده معاكم من خلال شاشة الريان مع برنامجكم الصباح ربع. هذا البرنامج المميز والقائمين عليه وأيضا مميزين واختاروا لكم شيء مميز. خلونا نشوف فقرات ومواضيع الصباح ربع لهذا اليوم. انطلاق فعاليات مؤتمر التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية. ورشة مهارات السعادة ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية. الطرق الصحية لتعزيز مناعة الجسم. مشاهدينا ومستمعينا، تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، انطلقت يوم أمس فعاليات مؤتمر التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية بفندق سانت ريجس، والذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتستمر فعالياته على مدى يومين، ويسلط الضوء على الدور الجوهري للآباء والأمهات في نمو الطفل على النحو الأمثل وتحقيق الرفاهية. وهذه كلمة سعادة الدكتور عيسى بن سعد بن جفال النعيمي وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، انتبهها. حقيقة هذا المؤتمر بعنوان في غاية الأهمية، ويتكلم عن التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية، وهناك عدة محاور راح يتناولها هذا المؤتمر خلال فترة انعقاده، تتضمن بدور الوالدين في التربية والتحديات اللي تواجه الوالدين في تربية الطفل، محاور حقيقة في غاية الأهمية راح يتم مناقشتها من خلال خبراء من أفضل الخبراء على مستوى العالم موجودين معنا على مدى يومين. والحمد لله طبعا نتمنى من هذا المؤتمر الخروج بتوصيات يتم الأخذ بها وتفعيلها بإذن الله. مشاهدينا ومستمعينا، من هذه الكلمة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد بن جفال النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي كانت على هامش مؤتمر الأسرة، وهذا المؤتمر اللي يناقش فيه عدة نقاط جدا مهمة في تربية الأسرة ودور الوالدين فيها. مشاهدينا ومستمعينا، خلونا ننتقل الحين لعلوم جرائدنا الصادرة صباح اليوم وأهم العناوين.
عندنا مشاهدينا ومستمعينا الجريدة الأولى هي الوطن، والخبر الأول في نبض الوطن. صاحب السمو يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. استعرض التعاون واستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022. والخبر الثاني في متابعات الوطن وبالتحديد صفحة 6، بدء تطوير طريق الوكرة الرئيسي بتكلفة إجمالية للمشروع 600 مليون ريال قطري، وهذه كلمة أشغال، عن 9.2 كيلومتر طول المشروع وزيادة عدد المسارات، وهناك إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة طول بطول 6.1 كيلومتر. وهناك مزايا للمشروع اطلعوا عليها متابعينا في صفحة رقم 12 في متابعات الوطن، هناك مخطط وصور لهذا الطريق. نتوجه للخبر الثالث في اتجاهات ثقافية في الوطن. تأسيس ملتقى قلم المرأة القطرية، أعلنت عنه كتارة لتعزيز دور المرأة الحضاري ومكانتها الرائدة في المجتمع. نتوجه للجريدة الثانية وهي الراية، والخبر الأول في محليات الراية. صاحب السمو يتسلم دعوة الرئيس اللبناني للقمة الاقتصادية العربية وتعقد في بيروت في يناير المقبل بإذن الله. وفي محليات الراية الخبر الثاني، فيا طالما قد زينتها أفعالنا، قطر تسمو قطر ستبقى حرة، وهو شعار اليوم الوطني يجمع بين شعر المؤسس والنشيد الوطني، والشعار يعزز العمل الصالح ويبني الأوطان ويعلي من شأنها. فيا طالما قد زينتها أفعالنا، قطر ستبقى حرة، هذا هو شعار اليوم الوطني لهذا العام. ونتوجه من شعار اليوم الوطني إلى الخبر الثالث في جريدة الراية. خلال مشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بطوكيو، وزير الطاقة، 42.12 مليار ريال الصادرات القطرية لليابان، تعزيز التبادل التجاري بين الدوحة وطوكيو وتلبية احتياجات العملاء من الغاز الطبيعي، ودعوة اليابان للإسهام بمشروعات البنية التحتية. نروح للجريدة الثالثة وهي الشرق، وفي محليات الشرق. خلال استضافة المجلس البلدي لممثلي هيئة السياحة حسن الإبراهيم، مشروع العنة يهدف إلى إيجاد بيئة جذب سياحي بمعايير عالمية. والخبر الثاني في محليات الشرق، خلال ورشة عمل تكنولوجيا والابتكار الثانية، معهد قطر يبحث تحديات قطاع البحوث والتطوير. عندنا الخبر الثالث في محليات الشرق، عضو لجنة القبول في برنامج الماجستير المتخصص عمران الشراوي، مسارات في الإدارة والتسويق وريادة الأعمال بجامعة الدراسات العليا، معايير اختيار الطلاب تشمل المقابلة والتقديم ورفع تقارير اللجنة العليا إلى فرنسا، ومنهج الماجستير يغطي مجالات الاستراتيجيات والتمويل والقيادة والتغيير. وتحدث عن تخصصه بأنه ساعد في تأسيس شركة وطنية وعقد 42 شراكة ب 60 مليون ريال. عندنا الجريدة الرابعة هي لوسيل، والخبر الأول في لوسيل، الأعلى للقضاء يدشم موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز، تحتوي على 398 مادة و 1355 قاعدة قانونية. نتوجه إلى محليات أيضا لوسيل للخبر الثاني، قطر الأولى في المنطقة سلطان آل ثاني، منظومة متكاملة لإدارة المخاطر حفاظا على المال العام. والخبر الثالث في لوسيل، رئيس الفيفا يشيد بمشاريع مونديال قطر 2022 في إطار زيارته للدوحة للإطلاع على آخر الاستعدادات لكأس العالم. والجريدة الخامسة والأخيرة من جرائدنا وهي العرب، عندنا الخبر الأول في العرب، تدشين معرض الجامعات الكندية بمعسكر مقدام لتحديد
مسارات مرشحي ومجندي الخدمة المدنية. والخبر الثاني من العرب، النعيمي حريصون على تنويع الفرص التعليمية لطلابنا خلال مشاركته في معرض الجامعات الكندية. والخبر الثالث والأخير من جرائدنا، القطرية تسير رحلة يومية إضافية إلى المالديف ضمن التزام الناقلة بالتوسع في قارة آسيا وتوفير مزيد من الخيارات السفر المريحة للمسافرين للمالديف. مشاهدينا ومستمعينا، هذه كانت علوم جرائدنا لليوم، أتمنى نالت على إعجابكم. خلونا نروح فاصل قصير ومن بعد نستكمل ما تبقى من الصباح رباح. يا هلا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم من بعد الفاصل وننتقل لجمعية الصحة النفسية وياك وللحديث عن ورشة مهارات السعادة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية مع أختي حنان بلان المتواجدة في مقر الجمعية. صبحك الله بالخير يا حنان. يعطيك ألف عافية زميلتي نور، ويعطيكم ألف عافية مشاهدين ومستمعين قناة ريان، وصبحكم الله بالخير. طبعا مثل ما ذكرت لكم أختي نور، اليوم أنا معكم من جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، حيث تقام ورشة مهارات السعادة ضمن فعاليات الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان شبابنا في عالم متغير. طبعا تفاصيل أكثر راح تعطيني إياها ضيفتي الأستاذة ظبية المقبالي، مرشد نفسي مجتمعي. يعطيك ألف عافية أستاذة ظبية. في البداية لو تعطينا فكرة عامة عن هذه الفعالية والهدف منها. الله يعطيكم العافية إن شاء الله يا رب. بخصوص فعاليتنا، هي طبعا أحد سلسلة فعالياتنا اللي أقيمت خلال شهر أكتوبر لليوم العالمي للصحة النفسية. سبقها طبعا كثير من الندوات والله الحمد والورش الخاصة باليوم نفسه. اليوم بيكون تقريبا فيما يتعلق بالورش آخر ورشة اللي هي مهارات السعادة. طيب مثل ما ذكرنا حق المشاهدين ان الفعاليه كانت باسم تحت عنوان شبابنا في عالم متغير، لو نذكر حق المشاهدين ليش تم اختيار هذا المسمى؟ غالبا منظمه الصحه العالميه اي عنوان تطرحه فيما يتعلق بالشباب او بيئه العمل، مثلا السنه الماضيه كان بيئه العمل، اكيد في دراسه ميدانيه او خلينا نقول ابحاث ان هذه اكثر رواجا واكثر اهتماما ان احنا نتطرق لها، وانت شايف الشباب والتكنولوجيا والمتغيرات الكثيره. طيب شنو الاهداف اللي انتم ناويين تحققونها اكثر واكثر، نقول من مع تكرار هذه الفعاليات ومع مثل ما انتم مركزين يعني في الشباب تحديدا عشان يقدر مثلا يطور من نفسه من ناحيه الصحه النفسيه، من ناحيه نقول المجتمع، فشنو الاهداف اللي ناويين عليها ان شاء الله؟ والله شوفي، احنا من تاسست الجمعيه حتى اللحظه هدفنا الرئيسي ان احنا ننشر الوعي باهميه الصحه النفسيه، نخلي الناس عندها وعي بالصحه النفسيه واثرها الايجابي على حياتهم. يعني حتى أنشطتنا اللي كانت السنة موجودة، مثلا كان عندنا ندوة في 10/10 تتعلق بالشباب والصحة السلوكية مع مركز دعم للصحة السلوكية، كان عندنا ورشة الأسبوع الماضي رعاية الذات والاحتراق المهني، بعد نفس الشيء هي عبارة عن رعاية للشخص نفسه أثناء العمل، وتحت رعاية هي يعني ورشة اليوم تحت رعاية الرعاية الصحية الأولية. في ندوة ثانية تم إقامتها تقريبا 15 من أكتوبر اللي هي خاصة بالتوحديين وشباب التوحد وشلون إحنا نخفف من الضغوط، وهي تحت رعاية مؤسسة جاسم حمد بن جاسم الخيرية. يعني المجتمع نحاول إن إحنا ننزل له عن طريق مؤسسات الدولة وعن طريق إن إحنا ننشر الوعي بهالأمور، بحيث إن أهمية الصحة النفسية هي لا تقتصر على فئة معينة ولا على مجتمع معين. ومن المشاركين معاكم ونقول الداعم لكم؟ والله شوف، احنا عندنا طبعا الشريك الانساني بالنسبه لنا في الجمعيه قطر خيريه، ويعني الله يجزاهم خير، كثير من انشطتنا احنا دائما نقول الشريك الانساني. عندنا طبعا الرعايه الصحيه الاوليه متبنين ورشنا، عندك بنفس الوقت جاسم محمد بن جاسم خيريه متبنين كانوا ندوه التوحد، عندك الرعايه الصحيه الاوليه متبنين الورش المقامه في الجمعيه حاليا اللي هي ورشه رعايه الذات ومهارات السعادة. يعني احنا دائما نحاول ان احنا يكون عندنا شراكات من المجتمع لهدف الوصول للمجتمع.
ولو نتكلم عن الورشات التدريبية اللي تقدمها الجمعية مثل ما ذكرتي من ساعة حق مثلا المشاركين معاكم، أكيد في ورشات تقدمونها أنتم. والله شوفي، إحنا دائما نحاول إن إحنا تكون يعني ورشنا عادل بين المتخصصين، يعني مثل رعاية الذات والاحتراق المهني ركزنا فيها على الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في جميع قطاعات الدولة قصارى جهدنا. حاليا اليوم لا، هي مهارات حياتية، مهارات السعادة هي تعتبر مهارات حياتية. أستاذ أحمد الراشد يعني عرض أنه هو يقدمها بحكم أنه هو يعني صار له باع في تقديمها، ونفس الشيء إحنا يعني وجهنا دعوة لجميع تقريبا قطاعات الدولة اللي هي تتعامل معنا، يعني من رعاية صحية، من التنمية الإدارية، من وزارة التعليم، عندك يعني مؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، يعني نحاول قصارى جهدنا أن إحنا نشوف زملائنا إيش احتياجهم والمجتمع إيش احتياجه، ومن خلال هالورش إن إحنا نطلع. ومبدئياً شلون شفتي تفاعل الجمهور معك؟ والله شوفي ما شاء الله، يعني احنا دائما نحضر ورشنا، احنا ما ننظمها ونطلع منها، لا احنا نكون متواجدين، نلاقي حتى في نهم من الاخرين انه يا ريت تضعفون او حتى تكررون مثل هالورش مستقبلا، وان شاء الله احنا يعني نبذل قصارى جهدنا، يعني احنا نلبي احتياج الزملاء. واكيد لكم يعني بوثات في احد المجمعات. والله شوفي احنا حاليا ما عندنا بوث بمعنى بوث، لان انت عارفه الناس ما توقف كثير في المجمعات، بس كان عندنا قفزه نوعيه للسنه اللي هي فلاش موب، كانت في قطر مول، مجموعه صراحه نخبه من يعني الشباب والشابات قاموا بعرض، يعني سووا استعراض راقص تكلموا فيه عن معاناه الاشخاص اللي يمرون بازمات نفسيه او اضطرابات، وبصراحه يومها يعني الكل كان يعني بالفعل حس انه شيء مختلف، لأن في قطر ما صار فلاش موب بهالانتشار وبهال، وإن شاء الله راح يتم عرضه قريبا على مواقع الجمعية وراح يتم الإعلان عنه. في خطط مستقبلية، في أشياء مستقبلية إن شاء الله في الجمعية. دائما نسعى أن احنا يكون عندنا تميز في الطرح، وطرحنا يكون مختلف، خاصة قضية نفسية مش سهلة، فلازم ما تطرحينها بالطريقة التقليدية عشان يتقبلها المجتمع. يعطيك ألف عافية أستاذة ضبية المقبالي، مرشد نفسي ومجتمعي، يعطيك ألف عافية ما قصرتوا، ومنها للأعلى إن شاء الله، ونقلكم للأحداث المستمرة في جمعيتنا. يعطيكم ألف عافية مشاهدينا، هاي كل اللي كان عندي من جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، ونشوفكم إن شاء الله على ألف خير. مشاهدينا مستمعينا، بما أن السعادة تكمن في الترفيه، ناخذكم في جولة إلى حديقة سباير بعد هذه المقابلة مع أختي حنان بلان ودكتورتها، يعطيهم ألف عافية، تابعوا بشوق. قطر تستحق الأفضل، مقولة يجسدها ما تزخر به بلادنا من مشاريع خدمية واقتصادية وترفيهية عديدة ومتنوعة. ولأن الإنسان هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات الراقية، فقد وضعت الدولة في خططها التنموية بناء الإنسان القادر على التطوير والإنجاز والتميز، فوفرت له كل السبل التي تسهم في تعزيز إمكاناته المعرفية والجسمية. فكانت حديقة أسباير التي تجمع بين الرياضة والترفيه هذا المشروع الرائد الذي يمتد بين جنبات الدوحة، مشتملاً على مساحات خضراء خلابة تصل إلى 880 ألف متر مربع، يضم الأشجار الخضراء التي انتشرت بأناقة بين أرجائه وبين ممراته الحلزونية التي صممت تصميماً دقيقاً ومدروساً لمحبي الرياضة، وقد غطيت بنشارة خشبية وأرضيات مطاطية آمنة تمنح الحماية لممارسي الرياضة وللأطفال الذين يقضون وقتاً ممتعاً في اللعب. هذه المساحات الخضراء الواسعة من حديقة أسباير وفرت خيارات متعددة من الترفيه لما تمتلكه من مرافق متنوعة تناسب جميع الأعمار، فأوجدت المرافق الترفيهية الكاملة لزوارها صغاراً وكباراً، بما في ذلك مسارات الركض والمشي والمساحات الخضراء الشاسعة والملاعب والمطاعم والمقاهي النظيفة التي تطل على بحيرة عملاقة تجمع حولها الأسر التي تستمتع بإطعام البط والأسماك والأدوات الرياضية لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
بالإضافة إلى هذا، تتميز حديقة أسباير بالنوافير الصناعية والممرات المائية التي تستخدم مياهها لري الحديقة بالكامل. وكجزء من مسؤولية أسباير بالمشاركة في تثقيف المجتمع نحو تبني نمط حياة صحي ورياضي، تستضيف الحديقة مجموعة متنوعة من الفعاليات المجتمعية الرئيسية على مدار العام. حديقة أسباير تشكل واحدة من أكبر وأجمل الحدائق والمتنزهات العامة في منطقة الخليج، والتي تحولت منذ افتتاحها إلى مقصد يزوره عشرات الآلاف من سكان الدوحة وزوارها، خاصة في نهاية الأسبوع، حيث تغص بالعائلات التي تفترش أرضها الخضراء وتمارس أنشطتها الترفيهية من مشي وتريض وتناول للطعام في تجانس دقيق مع الطبيعة الخلابة، حتى باتت حديقة أسباير المكان الأنسب للعائلات للاستمتاع بأوقات الفراغ واستغلالها في عمل مفيد للصحة وللالتقاء بأفراد الأسر والأصدقاء في أجواء خلابة ومريحة وبسط خضراء متناسقة تسر الناظرين. مشاهدينا ومستمعينا، من هذا التقرير الجميل عن حديقة سبير والمشاهد يعني الخضراء والمساحات الواسعة اللي تبعث الراحة، خلونا نروح وبالتحديد لهواة القناصة. أعلنت جمعية القناصة الإقطارية عن فتح باب التسجيل لبطولة سفري في مقر الجمعية بالحي الثقافي كتارة. أعلنت جمعية القناص القطرية عن فتح باب التسجيل في بطولة صفري قطر للصقور لعام 2018 في نسختها الخامسة، وتفتح الجمعية أبوابها للراغبين في المشاركة في البطولة يومياً لغاية تاريخ 24 من أكتوبر. اليوم أول يوم تسجيل في مسابقة صفري قطر، وكان ما شاء الله الإقبال جيد، و طبعا التسجيل بيكون من الساعة 5 إلى الساعة 8 يوميا مدة 3 أيام من 22 إلى 24. نتمنى التوفيق إن شاء الله للمتسابقين. إجراء التسجيل الله يسلمك، يحضرون الطيور وبطاقة الشخصية للشخص، ونعاين الطير ونركب فيها الحجل. الحجل فيه تشب وفيه رقم، يعني بيفكهم العبالة في المسابقات الجاية إنه ما يحضرون الطيور، يحضرون كشوفات بأسماء الطيور أو أنواع الطيور بالأرقام، وتم تسجيلها إن شاء الله، بيكون أريح لجميع السقاقير المشاركين في البطولات. البطولة الله يسلمك تبدأ تاريخ 29، موقع في بالقراريس. تقريبا كل فئات الطيور دعوا، المسابقة هذه بس فيها دعوا كل الفئات، سواء من طيور الوحوش أو من الجير. تبدأ البطولة في يوم 29 من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 7 أيام، وتعتبر بطولة صفري بطولة تمهيدية وتأهيلية لموسم حافل بالبطولات والإثارة للصقارين القطريين يستعدون فيها لموسم القنص وللبطولات المحلية. تأتي هذه البطولة المتميزة في ظل دعم لا محدود لعشاق هذه الهواية في دولة قطر. مشاهدينا، ومن بطولة صفري إلى تعزيز المناعة، ولكن بعد الفاصل خلكم معنا. We'll be right back.
يا هلا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. ومن بعد الفاصل ويتجدد لقانا هالاسبوع في الفقره في فقره التغذيه مع ضيفه, وضيفتنا اليوم بتكلمنا عن تعزيز المناعه ولا كيفيه تعزيز المناعه في اجسامنا, وما هي الطرق الصحيه والصحيحه لتعزيز مناعتنا. معنا اليوم الاستاذه غاده الموسوي اخصائيه التغذيه بمركز التمامية. اهلا ومرحبا بك اليوم معنا. اختي غادة, اذا بنتكلم عن ما المقصود بتعزيز المناعة وشنو الدور الكبير لتعزيز المناعة؟ تعزيز المناعة عادة يعني ان الشخص يحاول يتبع نمط صحي غذائي صحي, وبنفس الوقت يحاول يمارس رياضة. نعم. ويحاول يحصل على القدر الكافي من النوم علشان يحاول انه يخفف احتمالية انه يمرض, او بنفس الوقت حتى يبعد عن نفس المرض. شيء جميل. إذا بنتكلم عن الجانب الغذائي اللي له دور كبير في تعزيز المناعة, احنا عندنا في انواع فيتامينات ومعادن نعرف ان هذه تساهم بتعزيز المناعة. عندنا مثلا فيتامين A اللي موجود في الجزر وموجود في البطاطا الحلوة, عندنا فيتامين C اللي هو موجود في الحمضيات يعني نفس الورقيات الخضراء والبرتقال, عندنا فيتامين E موجود في المكسرات, ومن المعادن عندنا الزنك والسيلينيوم موجودين في الأكلات البحرية, وبنفس الوقت موجودين في يعني غالبا الأكلات البحرية والمكسرات بعد ممكن يكون. إذا بنقول عن أهمها, يعني شوفي احنا عموما دائما ننصح ان يكثرون الناس من الخضروات والفواكه دائما اللي تكون ملونة. نعم. يعني كل ما كان الصحن ملون كل ما كان هذا الشيء افضل. حلو. انزين, وعند الإصابة بالإنفلونزا يصيبنا البعض بالحمضيات. ليش الحمضيات لها دور كبير يعني خصوصا مع نزلة البرد؟ هو اللي منتشر بين الناس فكرة خاطئة ان لما الشخص مثلا تصيده انفلونزا يروح ياخذ فيتامين سي, عندهم اعتقاد ان فيتامين سي يعالج الانفلونزا. الموضوع مو بكذي, يعني الدراسات اثبتت ان فيتامين سي ما له علاقه بعلاج الانفلونزا. في بعض الاثباتات بس اثباتات بسيطه جدا انها تقلل, او فيتامين سي يقلل مده الانفلونزا بس. يعني شيء حلو. زين, الاول يعني يسمون الثوم مضاد حيوي طبيعي. صحيح. فهل الثوم مضاد حيوي طبيعي وله دور كبير في تعزيز المناعة؟ فعلا هو يحتوي على السيلينيوم اللي تكلمت عنه قبل شوي, جدا مفيد. يعني عادة ممكن يقولون ان الشخص مثلا ياخذ اعتقد حبة واحدة ثوم حجم وسط, بس اللي هو الحبة واحدة مو الحبة الصغيرة يقصها نصين. ايوه ياخذونها, بس بعد الحين في المكمل اللي يكون اصلا على شكل دواء, علشان ممكن في ناس تكون عندهم مشكله انهم ياخذون الثوم أو كامل ولا في الهضم ولا في الامور. ايوه صحيح. زين, بنتكلم عن الجانب الثاني يعني وهو التطعيمات. تطعيمات لزياده نسبه المناعه في الجسم. فدور هذه التطعيمات هو على ماذا تحتوي هذه التطعيمات, وكيف يبني يعني قوة لجهاز المناعة؟ هي طبعاً جداً مهمة بالذات عند الأشخاص اللي أصلاً يعانون من أمراض نفس مثلاً مرضى السكر, مرضى الضغط, الناس اللي يتعاملون بشكل مباشر نفس خدمة العلماء العملاء, بنفس الوقت الأشخاص اللي يشتغلون في المراكز الصحية في المستشفيات يحتاجون هذه التطعيمات, لأن الفيروس فيروس الإنفلونزا عموماً يتجدد كل سنة. نعم. ففي كل سنة يكون في تطعيم خاص حق الشكل الجديد حق هذا الفيروس, فهذا شيء جدا مهم أنا أشوفه صراحة. إنزين, شلون هذا التطعيم يحمينا ويقوي مناعتنا؟ لأنهم يزرعون الأجساد المضادة للفيروس هذا, فهذا الشيء يساعد على مقاومة. أيوة. نعم. فهو يساعد على مقاومة المرض أو الفيروس يعني. إنزين, النوم, بعد النوم له تأثير على تعزيز المناعة ولا تعزيز الجهاز المناعي؟ طبعا, لأن الدراسات أثبتت أن الناس حاليا اللي ما ينامون كفاية ممكن أنهم يمرضون أسرع من الأشخاص اللي ينامون عدل, وبنفس الوقت فترة الشفاء تكون أطول عند الناس اللي ما ينامون كفاية. يعني لازم النوم ثمان ساعات. ثمان ساعات من 7 إلى 8 ساعات. بقول شيء, ثمان ساعات الصراحة ننامها, لكن إذا زدنا على ثمان ساعات اقوم ومنهد حيلي يعني تعبانه. طبعاً. بعد يعني هاي لا اثر بعد اني انا اذا انام ساعات طويله. في ناس تنام 12 ساعه ترى يعني نص. صح. اليوم راح. ممكن يساهم هذا الشيء بالخمول, يعني احنا ما يعني عاده ما ينصحون باكثر من 10 ساعات حق الشخص البالغ. يعني ما في داعي ان ترقدين اكثر من 10 ساعات. وما ياثر على الجهاز المناعي؟ على حد علمي لا, الحمد لله يعني نام وايد. زين, بنرجع حق دور الرياضه, بعد دور الرياضه في تعزيز المناعه.
الرياضة جدا مهمة للصحة، مهمة للقلب، تساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم وترفع الكوليسترول النافع، ونفس الوقت تحسن المزاج، وبعد عامل مساعد في تنزيل الوزن. واحنا طبعا نعرف ان الوزن الزايد مشكلة كبيرة. صحيح، ودائما يقولون الحركة بركة يعني. طبعا. انزين. نقطة مهمة، وهو ايضا لجهاز المناعة والأجهزة الداخلية في الجسم. تناسب الوزن والطول الطبيعي والصحي، هل هذا ضروري؟ يعني وله تأثير إذا زاد الوزن عن الطول الطبيعي والصحي، هل له تأثير سلبي؟ شوفي، هو موضوع أنت تتكلمين عن مؤشر كتلة الجسم. نعم. هذا الشيء يعني هو مو بدقيق، بس هو مؤشر لنا إحنا مثلا كأخصائيين تغذية نعرف الشخص شنو موضوعه، هل هو تحت الوزن الطبيعي، وزنه طبيعي أو زايد. متى ما كان بدأ يدخل في زيادة الوزن هني تصير مشكلة. بس هذا الشيء إحنا ما نقدر نطبقه مثلا على رياضيين، لأن الرياضيين ممكن يكون عندهم كتلة عضلية هي اللي زايدة الرقم على الميزان. صحيح. فبشكل عام إحنا نستخدم هذا المقياس. بس يعني زيادة الوزن تأثر بنسبة كبيرة على الجهاز المناعي. طبعاً لأنها ترفع احتمالية الإصابة بأمراض. يعني يقل الجهاز المناعي بالنسبة حق زيادة الوزن. زين. ختاماً نصائح تقدمينها لمشاهدينا ودقيقة تكون من ناحية المحافظة، ولا خلينا نقول نقوي جهازنا المناعي. يعني دائما اتباع نمط صحي غذائي صحي، يكثرون من الخضروات كثر ما يقدرون، يعتدلون باللحوم، يعتدلون بالكربوهيدرات. الرياضة طبعا جدا مهمة، يحاولون ان يخلونها في نظامهم اليومي، مثلا نص ساعة على الاقل مشي سريع كل يوم بيكون شيء وايد زين. بنفس الوقت طبعا الاكلات السريعة يخففون منها، يكثرون من الخضروات نفس ما قلت قبل شوي، لانها يعني متروسة فوايد وتكون ملونة ومنوعة. افضل شيء يعني الفول زينة بشكل شامل، يعني كلها ألوان أساسا تفتح النفس. إنزين، أستاذة غادة عباس أخصائية التغذية بمركز التمام، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا اليوم على هذه النصائح المفيدة اللي قدمتيها. مشاهدينا أتمنى تاخذون بنصيحة الأستاذة لتعزيز المناعة عندنا ولمحافظة على نمط حياة صحي من ناحية التغذية وأيضا من ناحية الرياضة، ومن تعزيز المناعة إلى مطبخ الشيف فاطمة الشريم ونشوف طبق اليوم. أرحب بمشاهدينا الأعزاء في فقرة مطبخنا اليوم. اليوم راح نتكلم عن المضروبة، وهي من الموروث الشعبي، راح نقدمها بطريقة جديدة ومبتكرة، وراح تكون مضروبة ورق العنب. مقادير الطبق هي سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، راح نتعرف عليها اليوم أثناء طبختنا. اللي متوفر معنا اليوم طماطم وبقدونس وكزبرة وورق العنب وأرز مصري، ومعنا بهاراتنا المعتادة الفلفل الأسود والملح ومكعبات الدجاج والبصل، ومعنا بهاراتنا المشكلة ودبس الرمان والفلفل ومعجون الطماطم والرمان للزينة. راح نبتدي طبختنا، وهي طبخة سهلة إن شاء الله وتعجبكم. راح نضيف الزيت، وهو زيت زيتون، ما راح نستخدم الزيت العادي في طبختنا. في أثناء ما يسخن الزيت عندنا شوي، راح نحط ورق العنب يغلي لمدة 10 دقائق تقريباً في ماء وليمون فقط. طبعا احنا عندنا الماء جاهز في الجدر، راح نضيف عليه ورق العنب. راح نضيف الليمون. ملعقة ملح ونتركه يغلي شوي. تقريبا سخن عندنا الزيت، راح نضيف له البصل. We'll be right back.
طبعا احنا البصل مسويينه مفروم ناعم على اساس انه ما ياخذ وقت معانا لما يجهز او يتحول لونه للون البني. راح نضيف الطماطم ونضيف عليه ملعقة صلصة طماطم فلفلنا على حسب الرغبة راح نعطي الطماط فرصة انه يتماسك ويتجانس شوي هل اثناء ورق العنب عندنا بدأ ينطبخ ويغلي مع الماء والليمون راح نضيف بهاراتنا ملعقة ملح طبعا الملح على حسب الرغبة وكل ربة منزل وتذوقها للأكل فلفل أسود مرقة الدجاج بهاراتنا المشكلة نضيف له خضرتنا نضيف خضرتنا وهي عبارة عن بقدونس وكزبرة مفرومة نخلط الخضرة اللي ضفناها اللي هي البقدونس والكزبرة مع الطماطم اللي حطيناها طبعا طبختنا تحتاج زيت زيتون مرة ثانية بعدها راح نضيف الأرز المصري وهو مغسول تقريبا المقدار عبارة عن نص كيلو نبتدي نخلطه مع بعض راح نضيف عليه ورق العنب طبعا لازم نكون حذرين لانه ماي حار ونكرر عملية الخلط لورق العنب وخلطة الأرز المصري اللي عندنا أو خلطة المحشي راح نضيف لها دبس الرمان دبس الرمان طبعا نكون حذرين في إضافته لأنه ممكن يغير طعم الطبخة عندنا فنحاول إن احنا ما نكثر يكون المقدار مو أكثر من ملعقتين وبعد مرور 20 دقيقة تقريبا من الوقت نرجع لطبقنا ونفس ما انتم شايفين تقريبا الأرز انهرس خلاص انضرب وبكذي يكون جهز طبقنا اليوم وهي مضروبة ورق العنب بنضيف شوية ليمون
قليل من زيت الزيتون. في النهاية راح نضيف ذرات الرمان. وبكذي يكون انتهى طبقنا لليوم، وهني وعافية على قلوبكم إن شاء الله. مشاهدينا ومستمعينا، في ختام حلقتنا ناخذكم في جولة داخل المتحف الفن الإسلامي، نتابع مع بعض. يتميز مبنى متحف الفن الإسلامي بالأنماط الهندسية الخاصة بالفن المعماري الإسلامي التي تزين فضاءات المتحف وتبين ضخامة البناء، والذي يحمل في طياته جوهر الفن الإسلامي الأصيل. تعود مقتنيات وروائع متحف الفن الإسلامي المميزة إلى مزيج من حضارات المجتمعات المختلفة، تروي كل قطعة قصة رائعة عن أصولها. أقدم القطع في متحف الفن الإسلامي هي صفحة من مخطوطة قرآنية تعود للقرن السابع على ورق البرشمان بخط حجازي شبه الجزيرة العربية. أما الأثمن فهو الصقر الذهبي المرصع بالجواهر والمطلي بالميناء في الهند خلال فترة الحكم المغولي في جنوب آسيا. الأبعد سفراً مزهرية تنتمي إلى مجموعة صغيرة من الأواني الزجاجية الزرقاء البنفسجية المطلية بالذهب والميناء المصنوعة في سوريا ومصر إبان الفترة المملوكية. وأكثر أعمال الترميم تعقيداً لوحة جص أثرية من بين ثلاثة لوحات تعود لحقبة السلاجقة في إيران خلال القرن الثاني عشر الميلادي. مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. تواصلوا معنا عبر مواقعنا الظهر أمامكم أسفل الشاشة لاستفسار أو اقتراح، راح تلاقونا على هذه المواقع. مشاهدينا ومستمعينا، نشوفكم بكرة على خير مع مواضيع وفقرات جديدة منوعة وملونة وأيضا مميزة، بتكون معاكم أختي خلود مطر، وفي أمان الله.